انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع النجم سعد المجرد مع خبيرة الموضة مريم الأبيض، أثارت جدلا حول السر الذي يجمع بينهما. ونفى سعد وجود علاقة حب خاصة تجمعه بمريم، مؤكدا أنه يمضي أوقاتا ممتعة مع أعز صديقته في باريس، في حين ربط متابع المجرد وجوده مع مريم بالعمل الجديد الذي يحضره، خاصة بعد أن كانت قد أشرفت خبيرة الموضة المعروفة بميمي لوبلون على أزياء وإطلالات سعد المجرد في المقابلات وجلسات التصوير والحفلات والمهرجانات. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.